السلام عليكم، مرحبا بكم خواتاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم، قناة يوميات أم ياسمين، وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم نقدم معكم كروستاتا إيطالية، كتجي هشيشة وخفيفة من أروع ما يكون. لنبدأ على بركة الله. عندي 500 غرام من الدقيق الأبيض، نضيف عليه 200 غرام من سكر سنيدة، نضيف رشة من الملح، نضيف فانيليا سائلة، نضيف 200 غرام من الزبدة على درجة حرارة مطبخ، نضيف 15 غرام من بيكنج باودر أو خميرة الحلوى، نضيف 2 بيضات، نجمع العجين جيدا، هذا هو شكل العجين ملي عجنتها، ولات على هذا الشكل. هذا المول اللي غادي نستعمل فيه لاطارت. غادي نرش قليل من الدقيق، غادي نقطع العجين على جوج قطع، واحده صغيره وواحده كبيره. نطلق العجين بالدلاك ونرش الدقيق. كنقلب المول وكنقطع داك الاطراف الزائده على هذا الشكل، غناخد المدلك وغندور عليه العجين باش كيساعدني نهز العجين ديالي بسهولة. غادي نستمر نقاد العجين ديالي من الجوانب. غادي ناخد فرشيطة وغادي نثقب العجين باش ما تنتفخش ليا في الفران. عندي 200 غرام من مربى مشماش، غادي نوزعها جيدا. نطلق العجين الثانية اللي غنزين بها لاطارت. نقطع
العجينة بالجرارة ونديرهم مقياس واحد. بهالطريقة كنقطع. انا كنمشي معكم خطوة بخطوة باش تفهموا الطريقة جيدا. كندخل الفران على درجة الحرارة 180. هذا هو الشكل من بعد ما خرجتها من الفران. تنزينها بقليل من السكر الثقيل. هذا هو الشكل النهائي. تنقدم لكم بالصحة والراحة. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق الرائعة ديالكم. ومع السلامة مع فيديو آخر بإذن الله.